أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد نحييكم في مدينة العالمين الجديدة وفي الأمسية الثقافية على شاشة سي بي سي. وسط صخب الحياة التي نعيشها والمشاهد التي نتابعها في كثير من البلدان حولنا عبر شاشات التلفزيون وما يحدث من مآسي وحروب ونزاعات، ووسط حرب الحياة اليومية التي يقوم الأب المصري والأم المصرية يوميا بالعمل وبالذهاب إلى العمل ثم بالرجوع إلى البيت، عندما يعود الإنسان إلى بيته يحاول أن يضبط هدوء نفسه ويعيد الهدوء والسلام الداخلي إلى نفسه ويحاول أن يضبط إيقاع القاع الحياة من جديد، يستعد ليوم جديد آخر. كيف يتحقق ذلك؟ قد يتحقق من خلال أغنية يسمعها أو كتاب يقرأه أو فيلم أبيض وأسود يتابعه، وقد يتحقق أيضا من خلال كلمة صادقة تلامس قلبه. وضيفنا اليوم كلماته تلامس القلب، وكثير منها ما يسكن القلب أيضا، سواء كان شعرا أو مقالا صحفيا. ضيفنا الكريم اليوم هو الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة. أهلا وسهلا أستاذ فاروق. أهلا بك أستاذ عبد الله. ولد فاروق جويدة بمحافظة كفر الشيخ، لكنه عاش طفولته بمحافظة البحيرة. تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة عام 1968، وعد واحدا من أبرز الصحفيين بجريدة الأهرام العريقة. يعد جويدة من الأصوات الشعرية المميزة في حركة الشعر العربي المعاصر. نظم كثيرا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري. قدم للمكتبة العربية 20 كتابا من بينها 13 مجموعة شعرية حملت تجربة لها خصوصيتها، وقدم للمسرح الشعري 3 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا في عدد من المهرجانات المسرحية، وقام ببطولتها عدد كبير من كبار النجوم، هي الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي. ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والفرنسية والصينية واليوغوزافية، وتناولت أعماله الإبداعية عدد من الرسائل الجامعية في الجامعات المصرية والعربية. يمتلك العديد من المؤلفات الرائعة والتي جعلته واحدا من أبرز الشعراء المصريين على الإطلاق في ظل الإبداعات التي يقدمها على مدار السنوات الماضية. يحل الشاعر الكبير فاروق جويدة ضيفا اليوم عبر شاشة قناة سي بي سي ليكشف العديد من الأسرار عن حياته الثقافية والشعرية المميزة، وذلك في حلقة خاصة من مهرجان مدينة العالمين الجديدة. ضيفنا الكريم الأستاذ فاروق جويدة الشاعر الكبير، هو ابن محافظة كفر الشيخ حيث ولد فيها، لكنه عاش طفولته في محافظة البحيرة. تخرج في كلية الأداب قسم الصحافة عام 1968، ثم التحق بصحيفة الأهرام، وهو منذ ذلك الحين وحتى الآن يمتعنا بما يكتبه وكل القضايا التي يشتبك فيها قلمه مع الواقع، مع المجتمع، مع القضايا الإنسانية بشكل عام. ضيفنا الكريم قدم للمكتبة العربية حوالي 20 كتابا منها 13 مجموعة شعرية وثلاث مسرحيات شعرية، هي الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة ومسرحية شعرية بعنوان الخديوي صدرت في عام 94. ترجمت كثير من قصائده وأعماله إلى لغات أجنبية منها الإنجليزية والفرنسية والصينية وغيرها، وكان أول ديوان صدر له أوراق من حديقة أكتوبر عام 1974، ثم جاء ديوان ويبقى الحب وديوان للأشواق عودة وديوان في عينيك عنواني وكانت لنا أوطان وشباب في الزمن الخطأ وديوان لأني أحبك، وقد صدر في عام 1982 وغيرها من الدواوين الشعرية. ضيفنا الكريم له أشعار غنائية تغنت بها كبار الأصوات، كاظم الساهر غنى له لو أننا لم نفترق، وغنى له أيضا قصيدة بعنوان من قال إن النفط أغلى من دمي،
وضيفنا الكريم أيضا يعني له بصمة غائرة في وجدان كل المصريين من خلال النشيد، نشيد الجيش، لأنه تقريبا لا يوجد منزل في مصر إلا وفي ضابط أو في جندي مصري في الجيش. فنشيد الجيش اللي احنا كلنا حفظناه وأثناء الخدمة العسكرية كنا نردده يوميا، نرحب به مرة أخرى أستاذ فاروق جويدة، وأهلا بك في هذه الأمسية الثقافية. أهلا بك أستاذ عبد الله، أنا يعني سعيد أن أكون معك في هذه السهرة، وبشكر القناة سي بي سي، وبشكر يعني هذه الفرصة التي أتيحت لي أن ألتقي في هذا المكان الجميل. لا شك أنه مكان مبهر، وأنا شخصيا لي علاقة بالأماكن، وفي أحيان كثيرة ترتبط الأماكن عندي بالبشر، وبيدخلوا في معادلة واحدة في أوقات كثيرة، أنني لا أستطيع أن أفصل المكان عن الإنسان، ولا أستطيع أن أبعد الإنسان عن المكان. فالمكان مبهر جدا وفي لمسة جمالية، ورغم حدثته في لمسة حضارية وتاريخية. يعني أنا بشكركم حقيقة على هذه الفرصة الجميلة. نورتنا أستاذ فاروق، واسمح لنا نبدأ هذا الحوار بالحديث، لأنه الحديث مع سعادتك يعني بيختلط من العام إلى الخاص، وبتتقاطع فيه موضوعات كثيرة، وتتجاذبنا يعني بيت الشعر مع القلم الصحفي والموضوعات اللي سعادتك بتكتبها في صحيفة الأهرام. فنبدأ بالشعر إذا سمحت لي، ويعني السؤال يعني اللي بيطرح نفسه الآن، ما الذي حدث للشعر ومكانة الشعر الآن؟ الرواية أصبحت هي اللي بتسمى ديوان العرب، لم يعد الشعر ديوان العرب كما يعني يتفق عدد من النقاد والمتابعين. زمان الشعر في مصر كان له مكانة كبيرة، وكانت المناسبات الرسمية كان بيقال فيها قصائد توثق لهذا الحدث الرسمي، زي قصائد كتيرة قالها شاعر أمير الشعراء أحمد شوقي وعلي الجارم ومحمود غنيم وغيرهم من الشعراء. ما الذي حدث للشعر الآن ومكانته؟ والله شوف، هو أنا رأيي أن الشعر الإبداع لم يتراجع، بدليل أن في أسماء موجودة، لكن المناخ تغير. يعني النهاردة لم تعد الكلمة هي السلطان، ولكن حتى يعني الهبوط في مستوى اللغة اجتاح الصحافة واجتاح الإعلام في يعني أوقات كثيرة، وكانت الضحية الكبرى هي الأغنية. لا شك، لأن الأغنية في تقديري شيء مهم جدا للوجدان، شيء مهم جدا في العلاقة بين الشعوب، شيء مهم جدا بالنسبة للغة نفسها. تراجع الأغنية كان له دور، تراجع السينما، لغة السينما، اللغة الراقية اللي كنا في الحوار وفي الكلام، وبعدين غياب عدد كبير من الرموز اللي أسست لكل هذا الإبداع الجميل. يعني احنا كنا الصبح بنسمع حديث لطه حسين، للعقاد، لفكري أباظة، لأسماء كثيرة جدا، للشيخ جلتوت، أغاني أم كلثوم الصبح، الأغاني المتفائلة دي.
كل هذا المناخ النهاردة مش موجود لأن الرموز إما رحلت أو يعني اختفت. وفي نفس الوقت الاهتمام باللغة لم يعد كما كان، وأنا رأيي أن اللغة هي أساس الإبداع، يعني هي الصياغة الحقيقية للإبداع الحقيقي. أيوة. فكل ده طبعا كان على حساب الشعر، والشعر كفن وكقيمة بيستمد قيمته من خلال رموز. يعني أما يطلع عند أحمد شوقي مثلا أيوة. بيهز أركان العالم كله، أو حافظ، يعني هذه الأسماء كانت دول، ما كانتش صحيح ما مش مجرد شعراء، لا ده كان سلطان. وأنا دايما أقول إن الشعر مملكة، يعني الشاعر له مملكة، وكل شاعر له حدود معينة، مملكة صغيرة، مملكة ضخمة تمتد في آفاق بعيدة حسب الـ يعني شوقي تقدر تقول انه قارة، ما كانش دولة. طيب على ذكر أمير الشعراء الشاعر الكبير أحمد شوقي، وإحنا كلنا تربينا في المدارس على دراسة شعره وقصائده، وقصائده نسجت وجدان أجيال كبيرة. حضرتك ليك رأي خاص في المفاضلة ما بين أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر الشاعر العربي الكبير المتنبي، إيه هي بقى الرأي؟ شوف، أنا رأيي إن شوقي قد يكون تأثر بالمتنبي، وأنا بعتقد إن المتنبي كان زي بودلير مثلا، يقول لك الشعر العالمي بعد بودلير، ده مصطلح، بأنه كان في صخرة غيرت مجرى النهر. أنا رأيي إن شوقي إن المتنبي أثر في أجيال كتير لا شك، لكن شوقي أولا كان أكثر عصرية، كان ابن زمانه بقى. المتنبي كان ابن عصره، لكن شوقي ظهر في عصر آخر وفي حضارات أخرى وتشبع بها، وكانت الحضارة الغربية طبعا هزت أركان ثوابت كتيرة فهو تأثر بها. وشوقي عنده ثلاث مناطق تفرد بيها. فضل. المسرح الشعري هو أول من كتبه، نعم، وتفوق فيه وأضافه للثقافة العربية، نعم، يعني أضاف فن لم يكن له وجود في الثقافة العربية قبل. نعم. الجانب الثاني مدائحه للرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وهي ليست مدائح شخص، نعم، ولكنها مدائح عقيدة وفكر ويعني مقومات إنسانية متشعبة جدا. ما هو أجمل القصائد، أو ما هي القصائد الأروع بالنسبة لسيادتك التي قالها في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم شوقي؟ هو عنده ولد الهدى طبعا، لأنه طرح فيها فكر الإسلام بشمولية، مش يعني لم يتعامل مع القصيدة في مدح الرسول فقط، لا، نعم، عليه الصلاة والسلام، لا، ده هو صال وقال في الاشتراكيون أنت إمامه لولا دعاوى، نعم، يعني نعم. وبعدين في سر قلبي الله، أما يجي يقول لك مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اختدت السحابة، يعني صورة صورة، وإذا خطبت فللمنابر عزات،
شوف يعني تعر الندية وللقلوب بكاء بكاء. في مدايع الرسول صلى الله ناقل بردة، أنا قلت رأيي يعني كان جريء شوية، إن شوقي لولا الصوفية طبعا مع البردة لا وضع خاص، نعم، لكن شوقي شعرا في ناقل بردة كان أقوى من البصير، نعم، وأكثر شمولية. أنا شوقي بقف عنده في شمولية الرؤية، إنه الأفق بتاعه واسع جدا، بحيث إنه أما بيكلم عن حتى عن شخص بيضيف لي مساحة كبيرة جدا من الوهج الإنساني مش الشخصي. فهو لما كتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم تقريبا 6 قصائد، ولذا الهدى، الهمزية النبوية، ونهج البردة، وصلوا قلبي، وإلى عرفات الله يا خير زائر. فهو في القصائد دي، وأنا سمعت قصة من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قال لي كان في يعني شيخ الإسلام أو الإمام الأكبر في الثلاثينات شاف الرسول في المنام، الرواية للشيخ الشعراوي، وبعدين لقى الرسول عليه الصلاة والسلام الشعراء داخلين يصفحوا، نعم، شعر الرسول أو ومن كتب فيه شعرا، فسأل قال فين شوقي الرسول، نعم، فشيخ الإمام الأكبر في ذلك نعم صحي من الحلم وراح على بيت شوقي في كرمة ابن هاني وسأل على شوقي، قالوا له شوقي مريض، فدخل عليه وصف سلم عليه وقال له أنا الرسول بيهديك السلام وسأل عنك، ومات شوقي بعدها بثلاث أيام. يا الله، دي قصة يعني أكثر من حد رواها. فأنا بعتقد إن يعني يمكن قد يكون رأي جريء يا أستاذ عبد الله أن شوقي أعظم من مدح الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن المتنبي أيضا يعني أستاذ فاروق له أبيات وله قصائد، وهو مدح سيف الدولة في ذلك الوقت، والعلاقة دايما ما بين الشاعر وما بين الحاكم على مدار التاريخ يعني فيها نوع من الاهتمام وفيها نوع من التقدير، والمتنبي دائما ما نتمثله يعني في كثير من مواقف الحياة، يعني مثلا لما نقول ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما من صداقته بد، يعني في العمل أو في أي مكان آخر، وفي أبيات كثيرة، لكن طبعا هذا رأي يعني له وجهته وينظر إليه أيضا، لأنه فعلا شوقي عليه رحمة الله بقصائده حتى اللي غنتها أم كلثوم في المديح وبنسمعها في المناسبات الدينية. ما هو الشاعر رؤية، نعم، وكل رؤية لا حدود في مسافة، زي الطيور بتحلق إلى أي مدى، في طير العصفور الصغير اللي عمال يتنطط حواليك ده غير النسر اللي بيطلع، والنسر ما يقدرش يقعد على الأرض، لا هو دايما بيحب يحلق في السماوات العلى. جميل. شوقي أفقه أوسع من المتنبي. نعم. ليه؟ المتنبي
يعني حصر تجربته في سيف الدولة وتخصمه وظلم في عصره شاعر ليس أقل منه أبي فراس الحمداني. أبي فراس نعم. وفي نفس الوقت كانت معركته مع كافور. طبعا. هو كان عايز كافور الإخشيدي. لا تشتري العبد إلا والعصا معه. العبيد لا ينقص مناكيده. وهي كانت القصيدة سبب قتله. نعم. هو كان عايز يبقى محافظ البحيرة. البحيرة بتاعت. فكافور بخل عليه. شوف يعني حتى طموحه كان قليل قوي. يعني بيطلب انه يبقى محافظ من كافور. كتب القصيدة وهرب من مصر وطلع على العراق وحصلت الحكاية الشهيرة المعروفة اللي اتقتل فيها. شوقي كان قصدي المتنبي. المتنبي وهقول لك حاجة غريبة جدا يا استاذ عبد الله. انا ما لقيتش قصيدة حب حلوة عند المتنبي. فكر كده. لا شوقي عنده شوية حاجات لما راح زحلة وكان عد. لا طبعا يا خبر سلوا كؤوس الطلة. وبعدين ما أنت من عمر الزمان ولا غدو قوم يا زمان. دارة الوادي. ولما كتب جبل التوبات. نعم. قد يهون العمر إلا ساعة. وتهون الأرض إلا موضعا. ما نعم. لأحجارك سم الله. لما هاج بي الشوق أبت أن تسمع. يعني شوقي عنده تطشات من هذا النوع مش موجود عند المتنبي. صحيح صحيح. أنا بحب المتنبي. يعني أنا أرى أنه قامة شعرية كبيرة. إنما إذا يعني دخلنا في سجال حول المفاضلات شوقي كان أشمل. يفوز شوقي. أشمل. نعم نعم. أنا دايما ببص للشاعر من ناحيتين. أيوه. الجانب الأول مدى استخدامه للغة خاصة جدا به ومدى التزامه بقضايا. نعم. الإنسان. نعم. كثير من القضايا الشعرية. انتظرونا بعد هذا الفاصل مع شاعر كبير أستاذ فاروق جويدة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما زلنا معكم في هذه الأمسية الثقافية مع الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة. وكنا يعني قد توقفنا في الحديث عن بعض الأسماء الفارقة في عالم الشعر العربي. نتحدث الآن أستاذ فاروق عن شاعر كبير العربي السوري نزار قباني. ويعني هذا الشاعر تغنت بكلماته كبار الأصوات في مصر وفي العالم العربي وله بصمة غائرة أيضا في وجدان المحبين والمتابعين. لكن عدد من النقاد يعني بيشوفوا أن هناك تشابه ما بين ما يكتبه فاروق جويدة وما بين ما كتبه نزار قباني. إن لم تكن في القصائد فهي على مستوى على الأقل في المواقف الإنسانية ومواقف الخاصة بالعروبة وما يحدث في العالم العربي. مرة كنت عازم نزار على الغداء في الأهرام مع مجموعة كان هو ومحمود درويش والبردوني وسعاد الصباح. وبعدين كان من مصر كان الدكتور أحمد هيكل رحمة الله عليه كان وزير الثقافة أيامية. نعم. والدكتور لويس عوض. فلويس عوض أول ما شاف نزار قباني قال له على فكرة فاروق جويدة خد قراءك. في الوش كده على طول. شوف أنا حبيت نزار في شبابي يعني منكرش. يا
يعني حبيت نزار الشاعر لغته و... لكن أنا بعتقد إن في خلاف جوهري بيني وبين نزار. أنا مرة قلت له كلمة، كنا بنتغدى عنده في لندن، قلت له نزار كان ينقصك شيء من حيائي وينقصني شيء من جرأتك. نزار شاعر مكشوف، أنا أدعي إن أنا لحد ما يعني هو تركيبة شامية، أنا تركيبة مصرية ريفية، فدي عملت مسافة بيننا. الجانب الثاني بيني وبين نزار، أنا شاركته جمهوره، ما لا أنكر هذا. نعم. يعني أنا صعدت على جمهور نزار، ولكن أنا شاعر حزين، نزار شاعر مبهج، يعني الحزن سمة في الشعر، جايز تركيبة حياتي أو ظروفي، لكن أنا أعتقد أنني شاعر مهموم. نزار شاعر مبهج. مبهج. الجانب الثالث بقى، نزار صعد على الأغنية، أنا صعدت على الكتاب. نزار لم يكتب مسرح شعري، أنا جزفت وكتبت ونجحت، وأصبح مسرحي الشعري بيدرس حاليا. نعم. في جامعات كتيرة جدا. أقرب النصوص المسرحية الشعرية لقلب حضرتك يعني؟ الوزير العاشق. الوزير العاشق، لأن أنا هي أول تجربة لي، وكان عبد الله غيث وسميحة أيوب كانوا قمة في الأداء، والمسرحية طلعت في مناخ يعني شوية ولفت العالم العربي كله. فنزار لا شك قامة شعرية كبيرة ولو جمهوره. نعم. لكن أحيانا بنصطدم أنا وهو في بعض المناطق. نعم. يعني وبعدين نزار برضو لعب سياسة بالشعر، أنا ما لعبت السياسة بالشعر. طيب الآن بعض الأسئلة السريعة التي نريد أن نعرف منها عالم فاروق جويدة الشعري. لحظة ميلاد النص كيف تأتي؟ طقوس ميلاد النص عندك؟ شوف، الشعر ده ملك، ساعة ما يجي تفتح له كل الأبواب وأكون في شرف استقباله. ممكن تكون فكرة، ممكن تكون إحساس، ممكن تكون حاجة خارج. نعم. السياق بتاعي. نعم. ده جانب تاني. الجانب الأهم إني لا أجامل في شعري خالص، لا في مناسبة إلا يعني القصيدة تعبر داخلي وتظهر للناس، لكن أنا مش محترف. أيوة. مش محترف شعر ولا محترف كتابة. يعني لابد أن تكون عندي قناعات بالقضية اللي أنا أيوة. بنعيشها، وعندي قناعات بفكرة القصيدة اللي أنا عايز أكتبها للناس. طيب اسمح لنا بعد هذا الفاصل نبدأ في الاستماع إلى القصائد، ويعني أتمنى أنه نسمع قصيدة حضرتك قلتها مؤخرا يعني منذ بضعة أشهر، وهي حزينة ومؤلمة لكنها رائعة وتحمل كثير من الهموم المواطن وهموم الإنسان الذي يعيش هذا العالم، منها يعني هذا زمان لم يعد كزماني. تابعونا بعد هذا الفصل.
طبعا كما تريد أن تطوف بنا في عالم الشعر، تفضل حضرتك ونستمع إليك في هذه التنويعات الشعرية. تفضل. لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى وتظل سرا في الجوانح يختنق. لو أننا لم نفترق كانت خطانا في ذهول تبتعد، وتشدنا أشواقنا فنعود نمسك بالطريق المرتعد. تلقي بنا اللحظات في صخب الزحام كأننا جسد تناثر في جسد، جسدان في جسد نسير، وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح فلا نرى منهم أحد. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عين الأرق، وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع وعاد يشترنا القلق. الله. ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابث ورماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق، نجم طريد في سماء الأفق يهوى. الله. 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 لا تسأليني كيف ضاع الحب منا في الطريق، يأتي إلينا الحب لا ندري لماذا جاء، قد يمضي ويتركنا رمادا من حريق. الله. فالحب أمواج وشطآن وأعشاب ورائحة تفوح من الغريق. الله. لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقل، لا تسألي النجم البعيد بأي سر قد أفل. مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة. الله. وغدا أراك على المدى شمسا تضيء ظلام أيامي وإن كانت بعيدة. الله. حملتك في ضجر الشوارع فرحتي، والخوف يلقيني على الطرقات، تتمايل الأحلام بين عيوننا وتغيب في صمت اللقى نبضاتي، والليل سكير يعانق كأسه ويطوف منتشيا على الحانات، والضوء يسكب في العيون بريقه
ويهيم في خجل على الشرفات. كنا نصلي في الطريق وحولنا يتندر الكهان بالضحكات. كنا نعانق في الظلام دموعنا والدرب منفطر من العبرات. وتوقف الزمن المسافر في دمي وتعثرت في لوعة خطواتي. والوقت يرتع والدقائق تختفي فنطارد اللحظات باللحظات. ما كنت أعرف والرحيل يشدنا أني أودع مهجتي وحياتي. ما كان خوفي من فراق قد مضى بل كان خوفي من وداع آتي. لم يبق شيء منذ كان وداعنا غير الجراح تئن في كلماتي. لو أننا لم نفترق لبقيت في زمن الخطيئة توبتي. الله. وجعلت وجهك قبلتي وصلاتي. الله. جميل جميل. من عالم الشعر إلى عالم الصحافة والقضايا التي اشتبك فيها ضيفنا الكريم الشاعر الكبير والصحفي الكبير أيضا أستاذ فاروق جويدة مع قضايا المجتمع. ومما كتبت أستاذ فاروق حضرتك كتبت عن التعليم وإشكالية التعليم وأنه التعليم الخاص في مصر متنوع بلغات ويعني مضامين مختلفة وأنه ده جعل هناك جيل ليس له ملامح موحدة وأنه الموضوع التعليم ده بيتقاطع مع إشكالية اللغة وإشكالية الجمال في مصر وإشكالية الهوية أيضا. رأي حضرتك إيه في إيماءة سريعة يعني عن هذا الموضوع؟ شوف أستاذ عبد الله، أنا بعتقد إن مصر دولة الثقافة. شوف كل الأدوار الأخرى أنا بتقبلها وهي أدوار أساسية ومهمة ولا غنى عنها، ولكن أنا فكري إن هذه البوتقة وهذه الجوهرة اللي بتتوسط العالم مركز إبداعي ثقافي فكري حضاري. نعم. مصر. مصر ولا ينبغي أن تفرط في هذا الدور. كل شيء في مصر بيتحدث، المكان بيتحدث، إن ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلب هذا العالم بتطل على إيه وإيه وإيه. النيل اللي ماشي مئات الأميال. نعم. وشاهد كل هذه الحضارات. الشواطئ في دولة في العالم عندها 3000 ميل شواطئ، ده في دول عايز 10 متر. البحر الأحمر والمتوسط والبحيرات ونهر يجري في الجسد في وسط الجسد. نعم. دي عبقرية. ده عبقرية ربانية. صحيح. يعني دي ليست صناعة بشر. ما تقدرش تقول إن البشر هم اللي صنعوا النيل. لا، أو هم اللي عملوا البحر المتوسط، أو هم اللي عملوا البحر الأحمر. وترك ذلك بصمته على الشخصية المصرية. على الجانب الأخطر إنك أنت بلد
شاهد حضارات تدخلت في بعضها، ما تقدرش تقول ان كانت في حضارة هنا دون اخرى. نعم، دي كانت فرعونية وقبطية واسلامية ومملوكية وعثمانية. صحيح. كل الحضارات عبرت فيه. فانا تقديري ان الدور الثقافي المصري ده شيء مقدس. الأديان كانت في مصر أساسا، الإبداع كان في مصر، اللغة كانت في مصر. أمال بتخاف من إيه حضرتك؟ أنا بخاف من تراجع كل هذه الثوابت. ألا أدرك قيمة النيل، ألا أدرك قيمة 3000 ميل شواطئ عندي على كل البحار. أخطر من كده كمان، ألا أدرك قيمة البشر. لأن هذا الإنسان الذي تكون في هذا المناخ وفي هذه التركيبة الحضارية الجغرافية التاريخية شيء مميز جدا، ولابد أن يعني أحرص عليه وعلى مكوناته. أنا بقول إن التعليم كان من مفاخر مصر، من مفاخر المجتمع المصري، انه قضايا التعليم كانت مهمه جدا. الاستاذ، المنهج، المبنى، الرعايه، المبنى اللي هو المدرسه، الرعايه، كل دي عناصر هي اللي عمل اللي شكلت هذا الانسان اللي احنا بنقول بنتكلم عليه. طيب، الى اي مدى هذه العناصر فقدت فعاليتها، فقدت دورها، فقدت وجودها كمان؟ التعليم النهارده، المنهج، انا بدرس ايه؟ هل بدرس تاريخ؟ هل بعرف ان الاجيال الجديده بالرموز اللي صنعت الحضاره وبنت هذا البلد؟ هل انا بغرس قيم واخلاقيات؟ نعم. هل انا بشجع ابداع؟ دي تساؤلات يعني مشروعه للجميع. وإذا سمحت لي يعني ولن أبتعدك كثيرا، لأنه نحن نتحدث عن الأهرام وعن القلم الصحفي. حضرتك قضيت أكثر من 50 سنة، يعني تقريبا نصف قرن وأنت تكتب في الأهرام، والأهرام مدرسة عريقة. في تقدير حضرتك، يعني ما هي ثوابت الأهرام التي جعلت منه مدرسة عريقة ولكل منتسبيه أيضا؟ شوف، الأهرام مؤسسة ضخمة جدا، ضخمة اقتصاديا، ضخمة فكريا، ضخمة تاريخيا. نعم. أنا مع هذا 150 سنة كورنال بيخاطب القارئ كل يوم. نعم. وبيغرس قيم وبيغرس مبادئ وبيحرك خيال وبيحرك إبداع. ده دور إنك تعمله 150 سنة، ده شيء مبهر طبعا على مستوى العالم. نعم. الجانب الثاني ان الأهرام تحول الى قلعه فكر، يعني ما بقاش مجرد جورنال بمطبوعاته المختلفه والمجلات والرموز اللي اشتغل والرموز اللي فيه. نعم، الرموز اللي كانت فيه. الأهرام مصداقيته، يعني كان يقول لك من لم يمت في الأهرام، المقولة الشهيرة دي، اللي ما تنشرش نعيه في الأهرام يبقى لسه هيموت، ما ماتش. ده دلالة على ذيوعه وانتشاره، يعني لدرجة ان مرة حد من رؤساء التحرير كان في زحمة في صفحة الوفيات، فكتب على النعي ينشر
إن وجد له مكان. فالناعي كتب في رحاب الله إن وجد له مكان. طيب وصية حضرتك توصيها يعني أبنائك الصحفيين والأجيال الشابة اللي طلع وتلتحق بالقلم الصحفي؟ ثلاث حاجات. تفضل. إنه يعد نفسه إعداد جيد. يعني الكتابة ليست نزهة يعني عابرة، لا، إعداد لغوي وإعداد ثقافي وفكري وتوازن في الرؤى والاستفادة من تجارب الآخرين. الجانب الثاني المصداقية، يعني لا شيء يعادل المصداقية، حتى لو كذبوك أو رفضوك أو قالوا فيك ما قالوا، لكن أنت في النهاية هتتحصن بشيء لن يسقط بالتقادم، وهو المصداقية. الجانب الثالث أن تبقى في الشارع. لا شك إغراءات السلطة ممكن تلعب في أذهان ناس كتير، ويعني المنصب ده شيء مبهر في النفوذ وفي القيمة وفي الدور، لكن في النهاية إذا تعارض ذلك مع دورك ومسؤوليتك وأمانتك لابد أن تكون أكثر حرصاً على مصداقيتك. جميل. في إماءة سريعة وعلي أن أختم الآن لأنه الوقت قد داهمنا، نختم بالإبداع الجميل الرائع، البصمة الرائعة التي تركتها أستاذ فاروق جويدة في وجدان كل المصريين، نشيد الجيش. نعم. رسمنا على القلب وجه الوطن. نخيلاً ونيلاً وشعباً أصيلاً. وصلناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلاً فجيلاً. يعني أنا ما زلت أتذكر يعني بوضوح سنة 96 لما أيام الخدمة العسكرية يعني حتى الآن. والنشيد ده لحنه كمال الطويل. نعم. في إيماءة سريعة ماذا تقول للمصريين ونحن في عام 2024 ونحن نعيش هذا الهدوء وهذه السكينة، دولة الحمد لله قوية هادئة وإن كانت حدودها وأطرافها يعني مشتعلة في كثير من الدول حولنا، لكننا الحمد لله حتى كثير من يعني مواطني هذه الدول يعيشون في سلام معنا هنا في مصر. أنا لا أخاف على مصر ولا أخاف على المصريين، لأننا عندي ثقة أن هناك مجموعة قوائم وثوابت بيقوم عليها هذا الوطن. حتى لو كانت في بعض العصرات أو بعض الأوقات اللي بنتعرض فيها لأزمات أو محن، وده حصل قبل كده تجاوزناه، لكن في حاجتين لابد أن نحرص عليهم. تفضل. الإيمان بهذا الوطن، أننا نستحق أن نعيش فيه وأنه فعلا وطن عظيم لنا أن نفخر به، وألا نفرط في قيمة الإنسان. الله. جميل. الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية. نعم. هو الذي بنى وسوف يبني، وهو الذي دافع وسوف يدافع. وهو الذي فكر وأبدع وقدم كل ما هو جميل في هذه الحياة. أنا لا أخاف عليه أبدا، سأبقى مبدعا منتميا وطنيا محبا لتراب هذا البلد. الله. سريعا انقضت هذه الدقائق بصحبة الشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة. السعادة لقلبك أستاذ فاروق، ويعني تمتعنا دائما بقصائدك
وبقلمك ومداده الذي لا ينفد. شكرا جزيلا. أنا اللي شاكر ليك أستاذ عبد الله، وسعيد بهذا اللقاء، وفعلا كانت فرصة جميلة. شكرا يا فندم، شكرا. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.